نعرف ايه اللي حصل بقى في السهم من امبارح كان بخمسة 5 جنيه و8 ساغ، ده الاقفال بتاعه النهارده بقى ب 34، يعني 14.5% اللي هو التقرير قالها. نسبه كبيره بالنسبه للسوق، ولكن زي ما قلت لحضرتك ده متوقع لان في عدد كبير جدا من الريتيل داخل فيه في السهم ده، فمتوقع انه هيحصل كده. هل هيستمر كده؟ احتمال، ولكن انا بقول احتمال ضعيف، وبقول انه المؤسسات اللي هي فاهمه والريتيل اللي هو فاهم هيخش يوم الحد يشتري لو استمر النزول ده لانه غير مبرر. طب ممكن نشرح للناس شويه، يعني الناس متخيله انه الحكم اثر على السهم وهيفضل ياثر عليه، في ناس متخيله كده، ايه اللي بياثر على سهم مجموعه طلعت مصطفى؟ والى اي مدى الحكم بياثر عليها؟ لا، الحكم بياثر، احنا شرحنا هي عمليه نفسيه كلها، انما في الاخر على الشركه، الشركه مستقله تماما، ادارتها مستقله تماما، وما فيش مش مفروض اي حاجه تاثر على السعر، الا الناحيه النفسيه اللي هي زي ما قلت لحضرتك في صدمه. انا نفسي كنت من الناس اللي هي متخيلين انها هيحصل حكم بالشكل ده، وقلت يا اما براءه يا اما اعدام، ما ينفعش اللي في النص، ومع هذا صدمت الصبح صدمت. لكن من الناحيه الثانيه، يعني لو يعني السهم مش ما تاثرش يعني بشكل كبير ولا ايه؟ لا، كبير بالنسبه للسوق طبعا. اقول ان هو السوق 4%، و4% ده مش قليل على فكره بالنسبه، يعني ده من الايام اللي هي اللي حدث فيها خساره كبيره للسوق نسبيا. مش كل يوم السوق بينزل 4%. بس مش كارثي، يعني مش اللي هو يقول لنا انه لا. انا بقول لحضرتك السوق ممكن يستحمل، احنا وصلنا النهارده 5700 المؤشر. انا بقول لحضرتك انا متوقع وغيري من الناس متوقعه وكانت متوقعه انه ما نوصلش ال 5700 دي اساسا. احنا متوقعين انه السوق زي ما قلت لحضرتك في اقل مرحله وصل ل 3400. كنا متخيلين انه هيحصل تعافي خلال السنه، يوصل مع اواخر السنه ل 7000، يعني يبقى عامل تقريبا 100% عائد بتاعه، ولكن ما توقعناش انها تيجي بسرعه. السوق تعافى بصوره مبالغ فيها في فتره قصيره، شهرين ونص، طلع من 3400 الى 6000، فكان ضروري تصحيح زي ما بقول لحضرتك، تصحيح تمام. ومتوقع انه يوصل من غير طلعت مصطفى يوالي انخفاضه علشان يستلقط انفاسه ويرجع تاني ايه من غير الحكم. تقصد من غير الحكم؟ طيب.